سلطان مطيبي. شيك سلطان؟ والله شخصية. ايش؟ اسلم. شيك؟ ما حركت السبحة، مستنيها. لا لا لا. اوه فاهم اللعبة ها؟ ايه فاهم. سلطان عوف عن نفسك نص دقيقة، قدامك معك المايك وقدامك الكاميرا، جبنا وشتمت لك مواهب. معكم اخوكم سلطان سعد المطيري، شاعر محاور بالاخص منظم. والموهبة طال عمرك ضحوك. ومع الكل، مع الكل، مع الكبير ولا الصغير، كلها مبدع معهم، ونسأل الله التوفيق والقبول. هذا أول شيء. والله لو عندك مواهب واجد بس ما عندك توفيق والله ما تروح ديرة، لكن نسأل الله التوفيق لي والأخواني المتسابقين كل أبوهم وسلامتك. إيش 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 عيد إيش موهبة إيش أحباب؟ إيش مكتوب عندي؟ موهبة ايش؟ شاعر طال عمرك. ايش ثاني؟ شاعر و ايش اسمه؟ محب للكل. هذه موهبة. كم قلتها؟ عيد بيها. شاعر محاورة. ايش بعد؟ ونظم، لكن محاورة الأكبر يعني والأفضل والرغبة الأولى. سجل ممكن يشتمنا؟ ممكن، ما تدري، يمكن الآن شوي أبغى تفينا شوه. سمعنا من قصيدك. تبي غزل ولا انت هواوي واضح؟ ابي شيء يهز الستيج، ابي شيء يقول سلطان انا ومن بعدي الطوفان. ابشر والله بسعدك. يلا نسمع. ارفع ونيب الصوت. الساعه 12 هذه يبي لها منجاه لله سبحانه. يقول يلا دخيلك وانت علام الغيوب، يا ربي المعبود يا الفرد الصمد، ضمرك تنجيني من أمراض القلوب وتحطني في الموقف اللي ينحمد. لا قلت الحيلة وضيعت الدروب، رحمتك منها نستغيث ونستمد، وادعيك يا جبار واستغفر وتوب من قبل شخص العين وطلاق الزبد. يلمعتلي ما غيرك يحل الكروب ويضمد اللي في جروحي ما ضمد. وسلامتكم. سبحانه سبحانه. سمعنا بعد. ايش تبي غزل ولا وشو؟ عطني وش تبي انت وش جوك؟ انا خاف اقول لك شيء وتقول والله ابو طواف هو اللي جابني يمين. لا انا اقول لك وسوي اللي في راسي. يلا سمعنا فيه تبدع فيه. يقول يضيق الصدر حتى لو تماديتي واظهرتي دموع عيني من محاجرها، انا وريث السطر مهما تعليتي، طواري الحزن وسعنا مقابرها. ما لان باسي ولا نخت عفاريتي سبحان من حكمته بالكون دبرها. ولو تختلف حالتي ويزود تشتيتي، نفسي بدنيا الشقا ربي مصبرها. ولينكسر ضلع صدري من تناهيتي، يلا بيوم بهالفرحة يجبرها. ويروس كل الأوادم ما تسويتي، معادن الناس لا شك بمخابرها. ويلي على البال ميلتي ومريتي، يا مرحبا يا أجمل الأحلام يكبرها. من باع صدري وطن فيه استقريتي، والقلب دولتك بيدينك تعمرها. تعجبوا فيك دهشة لا تجليتي، خليقة الله مسلمها وكافرها. سلامتكم. يا أخي ما شاء الله مبدع كشاعر. الله يطول عمرك. والشاعر حساس. الله يطول عمرك. ورقيق. مو على كل الحال ترى. ايش ايش؟ مو على كل الحال. اي باين. ناويين نشوف وسجل. ايه حبيبي وش جابك في مجموعة 3 شهور حبس وما في طبوع، وبكرة تقول أبا أطلع والله وجيراننا تعبان وفلان فيه مشكلة، فلان عنده كذا، وش جابك؟ برنامج هذا متعب. والله اللي جابني. والله متعب يا سلطان. قل لي الله اللي جابني. والله النصيب. ايش؟ النصيب والمكتوب. والله العظيم ان اللي جابني هو اللي النصيب صدق.
سبحانه. يعني ما في تقول رغبة ما رغبة. احكي لي كيف جيت؟ طال عمرك كنت أطقطق في الجوال. كنت إيش؟ أطقطق في الجوال. في الجوال. حلو. حسبي الله ونعم الوكيل على الجوال. الزبدة وأنا أشوف إعلان للبرنامج هذا، أنا أتابع، مو أتابع بس إني أدري إن في برامج. جاوب، أنت تتابع ومو تتابع؟ حدد. خليني أتكلم. إذا أنت جيت أتابع مو تابع، أنا عشان معلومات تجيبها. دقيقة. قول لي الله. محمد صلى على النبي. الله يوفقك ولا يحرمني من، قول أمين. آمين. عطوا ناقة. ها؟ عطوا ناقة. الله يطول عمرك. متابع إني يعني أدري إن في برنامج واقعي يجي كل ثلاث شهور. وينتهون مجموعة ويجون مجموعة وجاء مسابقة شعر القمة هنا وأشوف بس ما أتابع يوميا يعني ولا أعرف المتسابقين أغلبهم لأنهم يتابع 10 دقائق يتابع 10 دقائق صح شفت إعلان نرجع المحور اللي أول شفت إعلان لسعد القحطاني وزياد الشهري والظاهر والله ما أدري أنت بعد معهم الزبدة يقولون أنت للحين ما قدمت قدم وما أدري كيف ومن المهم وانا قد قدمت قبل حلو وقالوا لي تعال في اليوم الفلاني لكن ما جيته ما جيتهم لا كنت برا الرياضة يوم جيت قالوا الناس تصفيات انت وينك جاي قلت خيره بغيره الزبده وانا اصور مقطع وارسله مرحبا بك يا هلا الله يحييك تعال وكذا ونسقوا معي وجيناكم اليوم وجيت السعد أنا أريد حسبي الله على الشيطان وعلى سعد أعوذ بالله من الشيطان سعد أنا قصدي على الشيطان بس حبيبي تفضل مشاركة برنامج طويلة إيه وأنت باين عليك ملول صادق شفت كلامك سليم إيه والله أنا حاس فيك إيه سجل بنحاش من أول حلقة من أول رفة وانت يا حبيبي هنا ما في تطلع على كيفك جبت على الجرح ايه وما في جوال وجاي شتاء واو جوي وأجواي جوك شتاء والدنيا وشاعر وباك موية والدنيا باك الموية؟ كيف باك الموية؟ باكل مويه انت تقول شعيب شعيب ايه بيت مويه مويه ايه خلاص يا خيال سجل حب كبسه حاشي فقط نعم طب احنا تحب كبسه حاشي ما عندنا حاشي لا لا بي برنامج حاطين اندومي بس اعوذ بالله نجيب ما في ما في اندومي بنجيب حاشي اندومي وجبن خضار ولا دجاج ها خضار ولا دجاج اندومي بعد نكت لا انا اسال والله اني دوسات نكت يعني صدق لا دخل اسال خضار ولا دجاج لا لحم ما في لحم ما في خضار الدجاج في لحم امس ذقت والله خضار ثقه عجبك ها عجبني اندومي اللي يجيك من البقاله سجل رزقه ما في ما يمشيش في كنا المشكله يا شباب سلطان انت جيت دخلت الباب مع الباب لا اكيد داخل الباب اي وشفت ما شفت شيء والله شفت باب اي لا ما شفت شيء قبل الباب ايه الله يكرمك يكرم ايش الله يكرمك يكرم السامعين والملائكه اي شفت لي كلب برا ايش ما زيت صار بغيت ادور ليش ما دورت ليش ما دورت ليش ما طيب قصدي يعني عادي واحد يحط مكلاب وقطاوه عادي يعني عادي مو خوف ايش مئزاز ما تخاف يعني ما عندك فوبيا صح الا فوبيا اي الله طيب شلون يعني تخاف يعني مو خوف بس ايش يا ناس الفوبيا ايش عباره عن خوف صح لا يا ابو طلال اي مو هو بخوف بس انها يا اخي اشمئز احس مشكله عندنا متسابقين جايبين كلاب اعوذ بالله اي ويدوبونهم قد معكم لا حرام ذي ما لا يدوبونهم على الصيد وكذا سبق الله يسهل عليه بيصيد فيه بيسوون مسابقه صيد وين هنا ولا بيطلعونك مع بعض تصيدون وكذا كيف يطلعون يا محجز انت طفت الكاميرا اسمها الشاشه شوفوا اياها بعد ابنكم يعني بيدوبونهم على الصيد طيب مش معهم انت لا ماني برايح لا فا روح معهم انت والله سلطان في مسابقه هذه انا عندي فوق مسابقه يا اخي
والله بعتذر صراحة، في خصم وقتها؟ اي في خصم عادي، في خصم سجل زحمتنا. لان هذا ما اقدر والله، ها انا معكم في كل شيء الا الامور هذه. طيب احنا جاينا دبلوم تسويق. مو تسويق، من قال لك تسويق؟ ها تسويق انت تقول؟ انت دبلوم تسويق صح؟ لا غير صحيح. ها انتاج ميكانيكا. ميكانيكا ايه، يعني ما في تسويق؟ ما في تسويق، يعني موهبه التسويق. كنت بقول لك يعني وش اشتغل تسويق وجبنا؟ بنشتغل ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله قريب اكيد يعني ان شاء الله اني بشتغل تسويق، بس احترف فرصه يبي فلوس باللهيبه. باللهيبه الله عمر يرزقني ويرزق مني. سمعنا قصيد قبل ما نقول لك يعطيك العافيه. وش تبغى؟ نبي شيء يعني يتعبنا في النهايه. والله انا ما ادري، انا تعبت من اول احنا نقول قصيد. تبي نقول قصيد انت اللي اول ما دخلت؟ ها؟ اول ما دخلت؟ لا نبي شيء جديد وجمهور يستحق. اي هو الجديد. ما ادري عن ايش جبت انت بس يقول سلام يا واقع الاحلام. تسليم الريحة عودي. نظراتنا دائما قدام. ودروبنا سهود ومهودي. جينا نبي نحطم الارقام. والخير من زود في زودي. واللي تحدى على الصدام واليوم جهدك ومجهودي. والصدق ايه واليوم جهدك ومجهودي. نار التنافس تبى مقدام. لا خالط الجو بارودي. والصدق لا جفت الاقلام. وللبينة سيف مجرودي. اشوف كل الرجال أهرام ونسور وذياب وفودي. سلامتك. يعطيك العافية. الله يطول عمرك ويرحم والديك. خاص قمش. أبشر بالسعد. الله يعطيك العافية. يطول عمرك ويرحم. طول بالتم. كيف؟ ما بعد تمشي وزك خير. جمهورنا العزيز حاولناهم. سألناهم.